ان انت مبسوط باداء الاهلي اه طبعا. ولا يعني ماتش الجيش انا عارف دايما بيبقى ليك رؤى مختلفه. لا امبارح مباراة طبعا اداء ونتيجة، وده برضو يدينا مدلول ان النادي الاهلي في من خلال لقاءاته من خلال مسابقة الدوري العام لما بيجيب جون بدري الدنيا بتختلف خالص، والماتش بيتفتح وبيبقى سهل وبيقدر يجيب جون واثنين وثلاثة لان صحيح. خلاص الماتش بيتفتح، غير لما الهدف الاولاني بيتأخر شوية. فيمكن امبارح الأهداف المبكرة اللي جت ساعدت بشكل كبير جدا لاعيبة النادي الأهلي على الأداء الممتع اللي هم أدوه، وهم لعبوا بأقل مجهود، يعني هم بأريحية. بأريحية مش عايزين يبذلوا مجهود أكتر من اللازم. أنت عارف يا كابتن إسلام كل 3 أيام هيبقى فيه ماتش، فالفترة اللي جاية هتبقى مجهدة جدا. فإنما إمبارح نتيجة كويسة جدا، 4 أهداف، أداء كويس جدا، حاجة مطمئنة، وده اللي احنا دايما منتظرينه من لعيبة النادي الأهلي. يعني مرة تانية هسأل، لأن أنا السؤال ده سألته كذا مرة امبارح، ولكن يعني يمكن كتير من الناس مش شايفة كده، لكن هل حضرتك شايف إنه راحة اللي خدها أو الراحة الإجبارية اللي خدها النادي الأهلي بعدم لعبه لمباراة الزمالك أو عدم لعب الزمالك لمباراة الأهلي، هل فرق إيجابا مع النادي الأهلي؟ فرق إيجابا اه طبعا، لان هو حد يقول لي إجابة ثلاث صحيح. الثلاث 4 ايام دول الزياده اللي هم خدوهم من بعد عدم لعب لقاء نادي الزمالك نتيجه انسحاب نادي الزمالك من اللقاء ده، قعدوا اسبوع وبعدين لعبوا ماتش الجيش، فدي ادت اريحيه بالنسبه للعيبه بشكل كبير جدا. حقيقي. ومش من النواحي البدنيه والذهنيه بس، هو اريحيه كمان في يعني ما بيبقاش في تشبع، بيبقى اللعيبه نفسها تلعب، يعني عدى اسبوع وما فيش ما لعبوش ماتش، فبيبقى عندهم اشتياق ان هم يلعبوا. وهو ده اللي يعني تتابع الماتشات وتتابع المباريات كل 3 ايام ماتش بيوصل برضو اللعيبه لحاله من الزهق، يعني صحيح. غير الاجهاد الذهني والبدني، لا بيبقى حاله من الزهق ان هو بيلعب كل 3 ايام كتير. واضح ان لما اخدوا اسبوع اجازه في اشتياق للعب، القرارات كلها بتاعت اللعيبه جوه الملعب مظبوطه اللي بياخدوها، فواضح ان هم كانوا فايقين يعني امبارح. شفت ازاي اداء النادي الاهلي في الشوطين امبارح؟ الشوط الاولاني كان هايل، حلو جدا، بدايه كويسه جدا، والهدف المبكر فتح الماتش برضو وادانا حقيقي. اريحيه بشكل كبير جدا. طبعا الامكانيات الفنيه ما بين الفرقتين كبيره جدا وواضحه جدا، لعيبه النادي الاهلي كانت متفوقه في كل شيء، حتى كل القرارات زي ما بقول لك كلها كانت سليمه في كل المواقف اللي هم تعرضوا لها. اهداف حلوه بخص بالذكر الهدف الرابع بتاع وسام، عالمي. هدف حلو لا قوي، وعم منعم برضه هدفه حلو قوي. وهدف عم منعم حلو جدا، وهو دي اجوانه من اهم قطاع بس دي الناشئين بقى ان هو يحط اللي والله. هو يحط بوش رجله بوش رجله الخارجي، برضه جوانه يعني من اهم ما كان في قطاع الناشئين. الهدف بتاع وسام حلو جدا، الاسيست بتاع طاهر طبعا تمريره هايله، ووسام مهاجم من الطراز الاول بيعرف يستغل من انصاف الفرص يعني.